السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. اليوم حبيت أراويكم طريقة سهلة وسريعة لزراعة مايكرو جرين من بذر الكتان بدون ما تحتاجون تربة، وتقدرون تصنعون داخل المنزل ويكون جاهز للحصاد خلال فترة 5 إلى 7 أيام إن شاء الله. أول شيء راح تحتاجون إلى طاسم أو صحن نظيف، وتحتاجون إلى بذور الكتان نفسها اللي تستخدموها بالطبخ قبل لا تطحنوها. تستخدموها بهاي الطريقة، رشوها على الصحن، ويفضل أنه يكون الصحن غميق قليلا مثل ما تشوفون هنا. رشيت، حاولت أغشق قدر المستطاع بذور الكتان بالتساوي، وبعدين نستخدم رشاش بمي، يفضل أنه يكون مي دافي، ورش بالتساوي على البذور وأغطيها، وبعدين أكرر هاي المرحلة مرتين باليوم أو 3 مرات باليوم. يفضل أنه تكون 3 مرات باليوم. مجرد ما أرشها بالمي مثل ما تشوفون هنا، أول 3-4 أيام وأول ما أخلص الرش راح أغطيها بصحن ثاني حتى تكون دائما يعني بعيدة عن الضوء المباشر، وأرشها 2-3 مرات باليوم. خلال يوم الثالث راح تبدي تطلع عليها جذور، وراح تبدي انه يعني تبدي بالنمو ان شاء الله. بعدين بعد اليوم الثالث اول ما تطلع عليها جذور ويطلع عليها القليل من الخضار، اوخر الصحن، اتخلص من الصحن واعرضها الى الضوء، وان شاء الله خلال فترة 7 أيام على الاكثر تكون جاهزة للحصاد، وتحصدوها بنفس الطريقة اللي تحصدون بها جميع أنواع المايكرو جرين، وتكون غنية جدا بالفيتامينات والمعادن. ممكن تضيفوها إلى السلطة، ممكن تضيفوها إلى الساندويتش مثلا اللفات، وتكون جدا غنية بالمواد الأساسية يحتاجها جسمكم، وتغذيكم إن شاء الله وتكون لذيذة بنفس الوقت. وصلنا إلى نهاية الفيديو، إذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.